ايضا تكريمات كثيره جدا واسماء كبيره جدا كانت متواجده طوال المؤتمر امبارح، وده فبيدل على قيمه رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. الراجل ما بينساش حد، كابتن خطيب ما بينساش حد، ما بينساش حد، بيتكلم عن كل الناس، بيتكلم عن العميد محمد مرجان اللي هو بيشتغل في شركة استداد دلوقتي نائب رئيس شركة استداد، بيتكلم عن وليد مبروك اللي هو رئيس اللجان العليا في النادي الأهلي، بيتكلم عن الأستاذ محمد يوسف شركة الأهلي المدير التنفيذي شركة الأهلي الإنتاج الإعلامي، بيتكلم عن كابتن ثابت البطل الراحل العظيم الحقيقة كابتن ثابت البطل، بيتكلم عن كابتن سيد عبد الحفيظ وما تعرض له خلال الفترة السابقة من أمور كثيرة جدا، بيتكلم عن بيتسو موسيماني اللي الفترة اللي فاتت تحديدا كان في كلام كتير وكبير جدا جدا على بيتسو موسيماني، ولكن الكلام اللي قاله الكابتن محمود امبارح هو كلام رائع جدا للي حصل الفترة السابقة واللي جاي ان شاء الله كمان. اتكلم عن عظماء واسماء كبيرة جدا، اتكلم ياسين بيه منصور، اتكلم ايمن بيه حافظ، وكل المجموعه اللي موجوده الحقيقه رؤساء الشركات اللي كانوا موجودين كلهم الحقيقه كانوا قدموا برزنتيشن او قدموا تصور لما هو قادم او كيف او مستقبل النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. الحقيقه اذا كان هناك شيء رائع فاللي احنا اتفرجنا عليه امبارح، اللي احنا اتفرجنا عليه امبارح التابلو اللي حضراتكم شايفينه ده، ولكن كل الاسماء اللي ذكرت، كل الاسماء اللي اتقالت الحقيقه وفاء ما بعد وفاء، احترام ما بعد احترام. كابتن خطيب وهو واقف بيتكلم، بصوا حضرتك واقف بيتكلم ازاي؟ يعني بنتعلم منه ازاي نتكلم؟ ازاي ان انت اعضاء مجالس الاداره، كل كلمه بيقولها الكابتن خطيب بيقول احنا بنكمل اللي كان بيعمله اعضاء مجالس الاداره السابقه. ما قالش مثلا فلان الفلاني ولا رئيس مجلس الاداره السابق عمل مشكله او اللي قبله او اللي قبله او لا لا خالص، ما حدش، مش النادي الاهلي اللي بيتكلم في كده يا جماعه خالص. النادي الاهلي ما بيتكلمش في الكلام ده. النادي الاهلي لما بيتكلم رئيس مجلس اداره النادي الاهلي لما بيتكلم بيبقى عارف ان من 1907 واجيال بتسلم اجيال.